الإمام علي الهادي عليه السلام. هو عاشر أئمة أهل البيت عليهم السلام، والده الإمام محمد الجواد عليه السلام، وأمه السيدة سمانة المغربية رضوان الله عليها. أشرق الكون بولادته المباركة في المدينة المنورة، وكان ذلك في الثاني من رجب عام 212 للهجرة. ألقابه الشريفة كثيرة جدا، منها على سبيل المثال النقي، الهادي، النجيب، المرتضى، العالم، المتقي، الفقيه، الأمين، المؤتمن، الطيب، العسكري، والناصح. أما عن نقش خاتمه الشريف فقد حمل عبارة الله ربي وهو عصمتي من خلقه. أن الإمام جاءته الإمامة مبكرة، جاءته الإمامة وهو في الثامنة من عمره. أخذ أعداء المذهب يهرجون كيف يكون إمام في دور الصبا. طبعا نحن نقول بأن الإمامة هي كالنبوة، فنلاحظ أن عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام جاءته النبوة وهو في المهد. فإذا الله تعالى حينما بعث عيسى نبيا بهذا العمر قادر أن يجعل الإمام الهادي أو أي إمام من الأئمة الأطهار بهذا العمر. كان الإمام علي الهادي عليه السلام قمة في الأخلاق الإسلامية، فكان أطيب الناس مهجة وأصدقهم لهجة، وكان أعبد وأعلم أهل زمانه. كان همه رضا الله والتمسك بحبله المتين، غير آبه بطلب أي شيء من مخلوق على الإطلاق. فقد قال لبعض أصحابه: إن الله علم منا ألا نلجأ في المهمات إلا إليه، ولا نتوكل في الملمات إلا عليه، وعودنا إذا سألناه الإجابة ونخاف أن نعدل فيعدل فينا. حاول العباسيون مرارا وكرارا على أن يقتلوا الإمام. يوم من الأيام بعث المتوكل على أربعة من الأجلاف، قال: عندما يدخل الإمام الهادي فقطعوه بالسيوف، وإذا عندما دخل هؤلاء الأربعة أخذوا يقبلون ما بين يديه وما بين عينيه، والمتوكل نفسه قام مستقبلا إليه: ما الذي جاء بك يا ابن رسول الله؟ قال: أنت بعثت علي؟ قال: لا، تعال يا فلان يا فلان. نادى على أولاده: شيعوا سيدكم إلى باب الدار، أي أوصلوه. وإذا به سأل المتوكل أولئك الذين أوكلهم بقتل الإمام الهادي: ما الذي جرى؟ قالوا: والله لقد أخذتنا هيبته، وما استطعنا أن نحرك ساكن وأن نرفع سيف في وجه هذا الإمام. قال الإمام الهادي عليه السلام: من اتقى الله يتقى، ومن أطاع الله يطاع، ومن أطاع الخالق لم يبالي سخط المخلوقين، ومن أسخط الخالق فليوقن أن يحل به سخط المخلوقين. وقال الإمام الهادي عليه السلام: إن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، وأنى يوصف الذي تعجز الحواس أن تدركه، والأوهام أن تناله، والخطرات أن تحده، والأبصار عن الإحاطة به. نأى في قربه وقرب في نأيه، كيف الكيف بغير أن يقال كيف، وأين الأين بلا أن يقال أين. هو منقطع الكيفية والأينية، الواحد الأحد جل جلاله وتقدست أسماؤه. وقال عليه السلام: من هانت عليه نفسه فلا تأمن شره. وقال عليه السلام: الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون.
باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم وأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا ناداهم صارخ من بعد دفنهم أين الأسرة والتيجان والحلل أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود ينتقل قد طالما أكلوا دهرا وقد شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. فإن المعتز العباسي الذي دس السم عن طريق عملائه إلى الإمام الهادي وقضى على حياة الإمام لما رأى أن هدفه قد تحقق وأن الإمام فارق الحياة أرسل المعتز أولاده إلى دار الإمام وكأنهم يشاركون أولاد الإمام في مصيبة أبيهم. فكانت شهادته عليه السلام يوم الاثنين في الثالث من رجب عام 254 للهجرة ودفن في داره بسامراء وكان عمره الشريف 42 عاما ومدة إمامته 34 عاما. وقد أوصى إلى ولده الإمام الحسن العسكري عليه السلام صرخ بافاق السماء من منارة عالي الهادي وبيتي يفيض الدماء هذا صوتي الوحي ينعم والملايك لا طمع تنحبي وتبجي على فقر والدمع منها غمة كلها حسنات.